بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك، أسأل الله يجعله لقاء مباركا وأن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم. لا شك أننا ونحن في هذا المكان نعيش في نعمة عظيمة، وهو أن يسر لنا الله أن بلغنا أو بلغنا إلى هذا المكان المبارك. ولا شك أن هذه مما تحتاج منا إلى الشكر، فحرم الكثير من الناس من الوصول إلى هذا المكان وهم يتمنون أن يصلوا إلى هذا المكان. ولذلك كان على المسلم وقد يسر له أن جاء إلى أفضل بقعة على الأرض أن يستغل الأوقات في طاعة الله وفي عبادته، أن يستغل الأوقات في طاعة الله وفي العبادة، وألا يفرط بدقيقة واحدة. ومن العجب العجاب الذي يظهر عند الكثير من الناس للأسف، عندما يأتي بين المغرب والعشاء هذا يجعله للحديث بين أصحابه، يجتمعون ويتعازمون وكل واحد منهم يقول ترى القهوة علي بعد المغرب، ويضحكون ويضيعون الأوقات بالقيل والقال. ولا شك أن هذا حرمان عظيم، وهذا لا شك أن أحيانا هذا يكون أحيانا عقوبة يعاقب بها المرء. بماذا؟ بالغفلة. لا يكفي أنك وصلت إلى هذا المكان، لا يكفي أنك وصلت إلى هذا المكان، ولكن الأهم أن تشتغل بالطاعة وبالعبادة، بعبادة الله سبحانه وتعالى. فأنت بحاجة للحسنة الواحدة. المرء في قبره كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا تمنى أمنية، ما هي أمنيته؟ أن يرجع إلى الدنيا فيسبح تسبيحة واحدة تكون في ميزان حسناته. والله سبحانه وتعالى يقول وما تقدموا لأنفسكم ماذا تجدوه عند الله. أنت الآن تجعل هذه الأعمال أمامك، تجدوه عند الله، اجعل هذه الأعمال أمامك في قبرك وتجدها أيضا في ميزان حسناتك، ترفع من درجتك يوم القيامة. فهنيئا لمن وفق باستغلال الأوقات في العبادة وفي الطاعة وفي الذكر، وابتعد عن الانشغال، وخاصة الانشغال بهذه الجوالات التي أشغلت الناس وأصبحوا في غفلة، وأصبح الناس وللأسف الشديد قد تجاوزوا الحد في استخدامهم لهذه الأجهزة، وخاصة في بيت من بيوت الله وفي أطهر بيت وفي مثل هذا المكان المبارك. للأسف أنهم انشغلوا بالنظر إلى المقاطع وإلى غيرها. ومن أعجب الأمور أننا وجدنا أناس يجتمعون في هذا البيت وفي هذا المكان، وهذا المكان عندما نجتمع فيه نجتمع لماذا؟ لذكر الله وللطاعة وللعبادة. اجتمعوا وهم ينظرون إلى المباريات، نسأل الله العافية. هذا لا شك إضافة على الحرمان أنه أمر منكر ولا يليق بالمسلم. من أراد يذهب إلى خارج هذا البيت وإلى خارج هذا المكان، ولا يصلح أن ينظر إلى المقاطع وإلى أيضا الحديث مع الناس وغيرها، بل عليك أن تنشغل بالعبادة والطاعة، بتلاوة القرآن، بالطواف، بالذكر، بالتسبيح، بالتهليل، استغلال هذه الأوقات. تذكر الموت، أنك ممكن أن تخرج من هذا المكان ولا تدري هل تصل إلى بيتك أم لا، أو إلى مكانك. فعليك بأن تراجع نفسك وأن تتنبه إلى أن هذه الأوقات إما أن تكون في ميزان حسناتك أو في ميزان سيئاتك. فأنت الآن بيدك القرار، فعليك أيها الأخ، وقد هيأ الله
لك أن جئت هذا المكان أن تستغل كل الأوقات، واعلم أنك إذا عزمت على هذا الأمر فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يبارك لك في وقتك وفي عملك وفي أولادك وفي ذريتك. أناس يشتكون من عقوق الأولاد، يشتكون من أيضا تسلط الزوجات، يشتكون أيضا من تسلط المدير في العمل أو من يعمل معه، ويشتكون أيضا من قلة الرزق، ويشتكون وينسون أن هذا الأمر لم يصب به إلا بسبب ماذا؟ بما حصل منهم من تقصير ومن ذنوب. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذن المرء أحيانا يصاب بمثل هذه المصائب، كل ذلك بماذا؟ بسبب ما يرتكب ويحصل منه من تقصير. ولذلك على المسلم أن يجتهد أيضا أولا بمراجعة نفسه وبالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وباستغلال الأوقات، ثم تذكروا أن هذه الهموم التي يصاب بها الناس، التي نصاب بها في حياتنا، أنها تكفير للسيئات. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، قال، حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها عن سيئاته. إذن إذا كنت قد حصل منك ما حصل من الذنوب والتقصير، فإنه أحيانا تصاب بمثل هذه الأشياء. النصب، ما هو النصب؟ قال: النصب والوصب. ما هو النصب؟ من يعرف النصب منكم؟ من يعرف النصب؟ تعرف النصب؟ النصب ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث والنبي يتكلم بكلام واضح، يقول: ما يصيب المسلم، هو الآن ذكر عدة أشياء يصاب بها المرء المسلم، قال: ما يصيبه من نصب ولا وصب. إذا ما تعرف النصب ولا الوصب، كيف تبي أيضا تحصل على أيضا الفائدة من هذا الحديث؟ النصب هو التعب الذي يحصل للمرء ولكنه ينتهي بمجرد الراحة، ينام، يصير مثلا يتعب في عمله في شغله، ثم يأتي إلى البيت ويرتاح ويذهب عنه ويرتفع عنه هذا النصب. هذا النصب المقصود به التعب المؤقت. والوصب هو التعب المستمر، الوصب هو التعب المستمر، مثل الأمراض المزمنة التي تستمر مع الناس، هذا أيضا وصب. إذا ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب، التعب البسيط الذي يحصل بسبب العمل أو الجهد أو غيره ويزول أحيانا بالراحة، أو النصب اللي يكون تعب مستمر معه في حياته. ثم قال: ولا هم ولا حزن. وش الفرق بين الهم والحزن؟ يعني هل يقول الله عليه وسلم الهم والحزن وهما بمعنى واحد؟ لا، الهم هو يكون على شيء مستقبل، غدا ماذا يحصل، مثلا تقدم الوظيفة، عند اختبار، عند مثلا أمر معين يريد أن يعمله ولا يدري هل ينجح أم لا ينجح، عنده مشروع فيصاب بالهم فتجده لا ينام من الليل، أو هم مثلا مشاكل أحيانا مع زوجته، غدا هل تنحل المشكلة ما تنحل، مما يحصل من أمور الحياة من طلاق ومن مشاكل من غيرها. أيضا الهم للأولاد، غدا مثلا يريد لأولاده مثلا الحرص على مثلا الصلاح والهداية فيصاب بالهم. فهذا يحصل من الناس الهم لأمر ماذا؟ مستقبل، شيء مستقبل. ولا حزن، الحزن للشيء اللي مضى، إما لوفاة، حصل مثلا خسر في تجارة، مثلا حصل له أمر من أمور الدنيا، طلق زوجته، ولده عاق به وتكلم عليه، وقس على ذلك من ماذا؟ مما يحزن المرء. وهذه كلها أمور لا شك أنها أيضا يصاب بها المرء. ولا حزن. ثم قال: ولا أذى. انظروا، نصب، وصب، هم، حزن، ثم قال: ولا أذى. الأذى ربما يشترك فيه أكثر من نوع، ممكن تصاب بالنصب
والوصب، وتصاب أيضا بالحزن وأيضا الهم. فمعنى الأذى أنها تشمل هذه الأنواع، ربما تصاب بواحدة منها أو تصاب بعدد من هذه التي يصاب أو المصائب التي يصاب بها المسلم. فقال الأذى بعدما ذكر هذه الأربع، قال أو أذى، يعني أي واحدة من هذه أو ربما تجتمع على المرء. ثم قال أتى بأشدها، أتى بأشد ما يصيب المسلم. ما هو أشد ما يصيب المسلم؟ هو ماذا ذكر في الحديث؟ هو ماذا؟ لا نعم لا في الحديث ذكر، قلنا نصب وصب، ثم قال أيضا الحزن، ثم قال الهم، ثم قال الأذى، ثم قال وهي أشدها الغم. الغم، انظروا في فرق بين الغم والهم والحزن، لكن الغم هو أشدها. وإذا حصل الغم للمرء وللمسلم كأنه أطبق عليه وكأنه أغمي عليه، حتى أنه لا يعرف ولا يشعر بأي شيء. وهذا مثاله ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى أهل الطائف وطلب منهم أن ينصروه في دعوته عليه الصلاة والسلام. ولكن ماذا حصل منهم؟ ما حصل منه إلا أن ردوا عليه الصلاة والسلام وآذوه وضربوه وأدموا رجلي عليه الصلاة والسلام، فخرج مغموما عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها، سألت النبي عليه الصلاة والسلام ما أشد ما نزل عليك في يعني في دعوتك، تسأله بعد ما حصل لك في يوم أحد أشد من ذلك؟ قال نعم. قال هل يعني هي تسأله هل حصل لك أشد مما حصل لك في يوم أحد؟ قال نعم، ما حصل لي في يوم ما ذهبت إلى الطائف وقمت بدعوتهم فردوه، فأصيب عليه الصلاة والسلام بماذا؟ الغم. حتى أنه عندما كان يصف النبي عليه الصلاة والسلام يصف حاله بعد أن خرج من أهل الطائف وقد حصل منهم ما حصل، قال فلم أثق. انظروا، لم أثق. إنسان لما يفيق، يفيق من ماذا؟ من نوم أو من شيء أغلق عليه، معناها أنه أغلق على النبي عليه الصلاة والسلام بسبب ما أصابه من هذا الأمر. حتى رأيت ماذا؟ جبريل عليه السلام في غمامة وهو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لقد علم الله ما حصل لك من قومك، وإنه قد أمر ملك الجبال فأمره بأن تأمره بما تشاء أو كما قال، فلو أمر فقال له، فسلم عليه ملك الجبال، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وفقال ما تأمرني، وإن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لأطبقت ذلك، أو كما جاء في الحديث. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرحمة المهداة قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. إذن لا شك أن هذا المعنى وهو الغم، وهو يصاب به الناس في هذه الحياة، والغم يغلق عليه. وهذه يحصل أحيانا في بعض المشاكل، وذلك يقال أن من طلق زوجته وهو قد أطبق عليه ماذا؟ أغلق عليه، بحيث أنه طلقها وهو لا يشعر ولم ينتبه بسبب مشاكل تحصل بينه وبين زوجته، ثم طلق زوجته وهو لا يعلم بأنه نطق بذلك، فيقول أنه لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه أغلق عليه. وكذلك حصل أيضا من المشاكل والهموم وغيرها، وهناك حصل أيضا مما ينزل على الناس من نوازل في أمور الدنيا، وأذكر من ذلك وهو مثال أيضا حصل وهو متعلق بأمور الدنيا، فأصيب أناس بمثل هذا وهو يسمى الغم، وهو الذي لا يشعر بنفسه وحاله. فأذكر أنه في وقت من الأوقات وسنوات مضت، عندما حصل عندنا في هذه البلاد نزول في الأسهم، كان الناس أصبحوا قد باعوا كل ما يملكون ودخلوا بالأسهم، لأنها ذاك الوقت كانت أرباح يعني عالية جدا وشديد، يعني أصبحت أرباحها مضاعفة، فيدخل المرء بمليون فيكسب بعد ذلك بأيام قليلة 3 أو 4 ملايين وهكذا. فأصبح الناس يبيعون حتى جميع ما يملكون من بيوت وحلال وأراضي.
فما كان إلا أن حصل من أناس أنهم قد باعوا كل ما يملكونه من حلال إلى درجة أنهم باعوا ما يملكون من بيوت واستأجروا كل ذلك طمعا بالأرباح والربح، فأدخلوا جميع ما يملكون في هذه الأسهم. هذه الأسهم أنا أعدها هي مثل أقرب ما تكون إلى القمار، ولأنها ليس لها حقيقة فيما يظهر، لأنها ترتفع وتنزل بطريقة غير واضحة وبينة في ذلك الوقت. المقصود أنهم دخلوا بأموالهم جميعا، فما كان إلا من دخل، بل على أيضا إضافة لذلك أن كانت البنوك أيضا تضع أيضا قروض مضاعفة لمن دخل بهذه الأموال. من دخل بمليون يعطونه قرضا مليونا آخر، ومن عنده 4 ملايين يعطونه 4 ملايين، كل ذلك تسهيل لهذا الأمر. المقصود أن الناس دخلوا بأموالهم وأخذوا القروض واشتغلوا بهذا الأمر. الذي حصل ماذا؟ أن الأسهم وصلت إلى ما يسمى بالعداد الذي يضعونه بأرقام محددة، فما كان أن نزلت الأسهم نزولا مفجعا، ففقد الناس جميع ما يملكون فقط، لا بل أصبحت عليهم ديون، لأنه باع بيته بماذا؟ 4 ملايين، ثم أخذ قرضا من البنك 4 ملايين، فنزلت الأسهم أكثر من ذلك، فأصبح مديونا، فقد بيته وأيضا أصبح مديونا إضافة إلى ذلك. فهمتم؟ يعني الكارثة مضاعفة، وكان يتوقع أنه سوف يكسب أضعاف. فأصيب الناس في ذاك الوقت بالغم لدرجة، وهذا الشاهد في ذلك، أن أحدهم عندما نزلت الأسهم وهو في صلاة الظهر بحثوا عن شخص يصلي بهم، فلم يجدوا أحد يستطيع أن يصلي، لم يجدوا أحد، جميع من كان حاضرا لم يستطيعون، قال ما نستطيع نصلي، ما نستطيع. فتقدم شخص قال لعله أن يصلي، أنه أصيب بالغم لا يعني يستطيع أن يستوعب شيئا، فدخل يصلي بهم. فلما صلى وركع ثم رفع، ثم أصبح أيضا وقع عليه أيضا الغم في ذلك، فأصبح لا يعلم ولا يعرف من صلاته شيئا، فالتفت إليهم قال والله لا أستطيع أن أصلي بهذا الكلام. انظروا إلى هذا، وهو ما ينزل على الناس، وهذا هو ما يحصل من الغم. ولذلك هذه أمور تحصل للناس في حياتهم وهي هموم، ولذلك على المسلم، وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه هي كفارات. ثم بعد أن ذكر هذا الغم ذكر ما يتعلق بماذا؟ بأقلها، قال حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا مثل هذه الأسباب التي يجعل الله فيها نوعا من التكفير من الهم والغم. ولذلك بعض الناس أحيانا يصاب بهم أو يصاب بنوع من الكدر في نفسه ولا يعلم من أين أتى هذا، لا يعلم من أين أتى هذا، يكون ربما بسبب ذنب أو خبيئة فعلها في نفسه بينه وبين نفسه، فيصاب بمثل هذه الهموم وهي كفارات لمثل هذه الذنوب. فعلى المسلم إذا حصل له ما حصل من مثل هذه الأشياء ماذا عليه؟ عليه أن يكثر من الاستغفار. فنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى ما يرفع هذا الأمر. ما هو؟ من يعرف هذا الحديث؟ حديث عظيم وضحه لنا النبي عليه الصلاة والسلام لمن أصيب بشيء من هذه الأمور. الحديث: من لزم الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستغفار. فعلينا أيها الإخوة أن نكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا أن نستغل الأوقات في العبادة والطاعة، وخاصة قيام الليل، فعلينا أن نحرص عليه وأن نعود أنفسنا على قيام الليل ولو بأقل ما يمكن، إما أقل أحوال ذلك أن يوتر بركعة واحدة فلا يترك الوتر، وإذا تيسر له جعل معها الشفع
يعني يصلي سبح ويصلي أيضا قل يا أيها الكافرون ويوتر بواحدة بقل هو الله أحد، وإن كان وهو الأفضل أن يصلي شيئا من الليل، وصلاة الليل مثنى مثنى ولو بآيات قليلة. يعني ما يشترط قيام الليل أيها الإخوة أن يعني تطيل فيها الصلاة أو تقرأ ب، ولكن عود نفسك ولو بأربع ركعات مثنى مثنى ثم توتر بواحدة، لو بقصار السور، لو بقصار السور. وإن تيسر وإن كان لك أيضا في يومك ورد من القرآن وأنت تقرأ القرآن وتقول أنا لي ورد أقرأ مثلا جزء أو أقل من ذلك أو صفحة، اجعل هذه الصفحة أيضا في صلاة الليل، ولو أن تمسك المصحف بيدك وأنت تصلي لا حرج في ذلك في صلاة النافلة، لا حرج في ذلك لو أنك حملت المصحف وقرأت ما تيسر لك وجعلتها قيام لليل. سبحان الله، فيها من الخير، فيها البركة لك في يومك، فيها بركة. تأكد أن هذه الصلاة وهذه الدقائق البسيطة التي تقومها من الليل، بعض الناس يسهر على الأفلام ويسهر على مباريات بالساعات الطويلة، أنا أقول فقط دقائق معدودة تجعلها وتحتسبها من قيام الليل بما تستطيع. تأكد أن هذه الصلاة القليلة سوف يجعل الله لك فيها بركة في يومك، سوف يجعل لها البركة في يومك القادم في نفسك وفي أولادك وفي ذريتك، ثم راحة وطمأنينة. ثم أعلم أيضا أنك لو جعلت هذه الصلاة ولو كانت قصيرة في آخر الليل ثم جعلت فيها دعوات لله سبحانه وتعالى، فتذكر هذا الحديث العظيم وهو أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير في كل ليلة، ينزل نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا. انظروا يوم عرفة الناس يجتهدون فيها لأن فيها دعوة أيضا مستجابة، ليس كذلك؟ ويحرصون على ذاك اليوم ويكثرون من الدعاء. لا، هناك فضل في كل ليلة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، وينزل نزولا يليق بجلاله. ماذا يقول لعباده؟ ماذا يقول الله سبحانه؟ وهو حديث قدسي، يقول هل من داع فأستجب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة، كل ليلة في الثلث الأخير من الليل. فلماذا تفرط؟ بعض الناس يسهر إلى الفجر ولكنه لا يجعل ولو صلاة ولو وقتا قصيرا لمثل هذه العبادة، عنده من الهموم والمشاكل والحاجات، ويذهب إلى فلان ويتكلم معه بالهاتف بالساعات، وإن ربما التقى به ويحدثه بمشاكله، وينسى أن الله سبحانه وتعالى قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا عام، فكيف إذا جاءت أيضا الخصوصية في مثل هذه الأوقات وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. فعلينا أيها الإخوة أن نستغل مثل هذه الأوقات، وخاصة أيضا في هذا المكان وفي هذا الزمان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.